السلام عليكم. هنتكلم في حلقتنا النهارده ان شاء الله عن مسلسل ليجاسياس الموسم الثالث وتوقعات الموسم الرابع. طبعا المسلسل ده لو انت مش عارف المسلسل ده نظامه فهو سبين اوف، يعني مسلسل مقتبس من مسلسل ذا اوريجينال اللي هو اصلا مقتبس من مسلسل ذا فامباير دايريز. طبعا التسلسل الهرمي ده كله ذا فامباير دايريز ذا اوريجينال ليجاسياس ده كله هتعرفه في الفتره اللي جايه، لان ان شاء الله يعني نقدر نقول في الايام اللي جايه باذن الله كده هعمل حلقات بقى عن ذا فامباير دايريز وعن ذا اوريجينال. هما مسلسلين منتهيين ولكن مسلسلين اسطوريتين، ويعني اهو كلاوس مايكلسون يعني ده بقى ابو الشخصيه الرئيسيه معانا، هي شخصيه هوب مايكلسون بنت كلاوس مايكلسون. طبعا انتوا هتعرفوا ايه سر الصوره دي وكل حاجه في الاستوديو الجديد ده باذن الله. حلقه يوم 16/7 باذن الله، تقريبا كمان اسبوع كده من الحلقه هوضح فيها ايه اسباب الصور اللي موجوده في الاستوديو دي وحكايات الاستوديو الجديد وكل حاجه يعني هتعرفوها في الموضوع ده. ولكن مسلسل يعني مقتبس من مسلسل ذا اوريجينالز، فهو دي بنت كلاوس مايكلسون اللي هو العيله الاصليه لفامباير دايريز، وان شاء الله بكره غالبا هينزل حلقه عن العيله الاصليه دي وتفاصيلها ايه كلها. فيعني اختصارا كده كلاوس مايكلسون هو هايبرد، هو يعني الاوريجينال هايبرد، مزيج ما بين الفامباير دايريز والواير وولف، مستذئب مع مصاص دماء. المفروض ان بنته دي فيها شق ساحره كمان، فهي الترايبرد، اول ترايبرد في التاريخ، وهي هتفضل هي الترايبرد الوحيده اللي موجوده. الترايبرد دي عباره عن فامباير وواير وولف مع ويتش، فهي مصاص الدماء مع ساحره مع مستذئبه، فهي دلوقتي مفعله معاها او اللعنات اللي موجوده معاها دلوقتي انها ساحره وانها واير وولف فقط لا غير، لحد الموسم الثالث، لحد نهايه الموسم الثالث لسه ما فعلتش الجانب الفامباير اللي فيها، جانب مصاص الدماء اللي فيها. عشان تفعل الجانب ده لازم تموت. العمليه معقده، هنشرحها في حلقه اوريجينالز اللي هتنزل ان شاء الله بكره، ولكن مبدئيا كده هنتكلم عن المسلسل ده. فهو المسلسل ده طبعا اول حلقه تقريبا هعملها حلقه تحليليه عن المسلسل ده، هو يعني مكون من 3 مواسم، الموسم الثالث لسه خلصان من الاسبوع اللي فات، والموسم الرابع ان شاء الله هينزل يوم 14/10 السنه دي باذن الله. وطبعا هو من بطوله دانييلا روس روسيل اللي هي هوب مايكلسون، ودي طبعا ممثله رائعه، ادائها رائع جدا جدا بصراحه يا جماعه، اتقنت الدور بشكل كبير جدا من الموسم الاخير في اوريجينالز مع المسلسل ليجاسياس. معاها طبعا الممثل يعني ريك سولسمان والاريك اللي كان موجود في فامباير دايريز، مرورا بليجاسياس اللي موجود وهو يعتبر من اسس المسلسل، وهو الممثل ماثيو ديفيز، مع جوسي وايزي اللي هم ابناء ريك، هم زمايل هوب في المدرسه هنتكلم عنها، بس هم دول الابطال عموما، مع طبعا جوسي وليزي دول سحره، مع ام جي اللي هو يعني فامباير، وشخصيه لاندون كيربي اللي هو ماليفور واللي هو العدو اللي في اواخر المسلسلات اللي في يعني في اواخر موسم المسلسل مع الموسم اللي بعده. طيب المسلسل اصلا بيحكي عن ايه؟ مع نهايه فامباير دايريز طبعا كنا شفنا ريك مع كارولاين، طبعا اللي هيفهم الاحداث دي قوي هو اللي اتفرج على المسلسلات، ولكن زي ما قلت لو انت ما اتفرجتش عليهم فاستنى الحلقات التحليليه لفامباير والاوريجينال. هو عمل المدرسه دي علشان خاطر ولاده، لان هم ولاده الاثنين سحره، فعشان يحتوي ولاده قال بالمره يعمل مدرسه للسوبر ناشر اللي هم الابطال اللي هم الخارقين دول، فامباير بقى مصاصين دماء مستذئبين سحره ايا كان، بيجمعهم في مدرسه بيعلمهم ازاي يحتووا قواهم دول ويستخدموها للخير ما يستخدموهاش للشر في نفس الوقت، لان في جرائم كتيره جدا عندك مصاصين الدماء يقتلوا كتير جدا، فهو لا بيتحكم فيهم بيخلوهم يتحكموا في نفسهم، خلوهم يتعايشوا مع المجتمع بشكل كبير جدا غير ما يضروا اي حد. طبعا كلاوس مايكلسون في اخر موسم هو كان مات، يعني طبعا كلنا عارفين ذا اوريجينال اللي حصل فيها، ولكن بقى عشان يخلي بنته في ايد امينه وداها المدرسه دي، لان هي بنته يعني حاله نادره في التاريخ كده. فمرورا بقى مع المواسم الاول والثاني والثالث بيظهر اعداء كبيره جدا، تبقى هي هوب مركز الاحداث، هي هوب هي مركز الاحداث اصلا ومركز القصه، لانها اول ترايبورد في التاريخ، يعني بنت العائله الاصليه هي يعني الفضله من العائله الرئيسيه في الاحداث عموما، يعني نفهم ده برضه في حلقه اوريجينال. على مدار بقى المواسم بيظهر اعداء وهي بتقضي عليهم والجو ده، فهي لحد دلوقتي مفعله فيها خاصيتين هايبرد اللي ما بين السحر ما بين الوير وولف. ولكن في الموسم الاخير خالص يعني الموسم الثالث عاجبني جدا، رغم ان هو كان بدا بدايه هاديه نوعا ما، بدا بدايه تحس انها ممله شويه، ولكن مع نهايه الموسم التويست الرائع اللي فيه بتاع ماليفور مع لندن اللي هو خلاص يعني لندن طبعا هو عارفين ان ماليفور خلقه او صنع
صنعه ان هو يبقى الفيسل بتاعه، ان هو يبقى الوعاء بتاعه، فان هو التويست الرائع اللي حصل ده في نهايه الاحداث، لا كان بصراحه حاجه رائعه جدا جدا. دلوقتي هو عشان تقتل ماليفور اللي هو بقى جوه لندن، دلوقتي قدامها اختيار صعب جدا، وهي تفعيل اللعنه الثالثه اللي معاها، وهي فامباير لازم تموت عشان تبعث من جديد كترايبرد بقى اللي هو الترايبرد الاساسي بقى. طب دلوقتي هم ثلاث مواسم مع القصه مع الاحداث ما عملوهاش، طب دلوقتي الموسم الرابع هيبقى مبني على ايه؟ اكيد هيبقى ماليفور، ان هم هيقضوا على ماليفور، وممكن ينتهي بحاجه ثانيه، لان مفيش تاكيد ان الموسم الرابع هو الاخير. وزي ما قلت السلسله محبوبه، المسلسل ده فيه يعني ايه معاهم كارت رابح كده، وهو ان هو في اي لحظه من اللحظات لو المسلسل مشاهداته قلت او وقع في ايدهم مشهد واحد بس يعلوا المسلسل ويخلوه ترند، في ان هم يرجعوا الشخصيه دي، بس يرجعوا كلاوس لو لمشهد واحد بس هيعلي المسلسل عالي جدا. وده ممكن يحصل في الاحداث اللي هنتكلم عنها برضه في حلقات جايه باذن الله، ولكن دلوقتي هنتكلم عن توقعات الموسم الرابع. طبعا هو الموسم الرابع انتهى ان هم خلاص حبسوا ماليفور خلاص، وبيطالبون ان هو يرجع اصحابهم اللي خدهم في السجن بتاعه او اللي بلحهم من الاخر خلاهم جواه. هل يا ترى هيقدروا يقتلوه؟ دلوقتي عشان يقتلوه لازم هي تتحول لهايبر. طب الاحداث هي طبعا هم لحد دلوقتي عايزينها تحتفظ بانسانيتها، عشان انها لو اتحولت لمصاص دماء مش هتبقى قادره انها تعمل عيله، ومش هتبقى قادره انها تخلف، وده هنتكلم عنه في الحلقه بعد بكره بتاعه الاوريجينالز ان شاء الله، اصلهم وقواهم وكل ده. ولكن عموما الفامباير ما بيعرفش يعني يخلف ولا يعمل عيله ولا الجو ده. هم دلوقتي عايزين، عارفين ان هوب لانها فقدت كل عيلتها، عايزين انها يبقى لسه ليها احتماليه انها تبقى ليها عيله. ايه اللي هيحصل؟ هل ممكن تتحول لترايبرد بقى خلاص؟ انا من وجهه نظري ان هو خلاص تقريبا في الحلقه مثلا نقدر نقول ابتداء من الحلقه الثالثه او الرابعه في الموسم الرابع هتتحول، يعني لا شك انها تتحول، اكيد لازم تتحول، لان هيبقى ملل قوي بقى لو كملت لي الاحداث زي ما هي ماشيه كده. لازم تديني حاجه في الاحداث قويه، وخصوصا ان انا زي ما قلت كان الموسم الثالث نصه تقريبا في نوع ما من الملل والركود كده في الاحداث، ما بداش يسخن بقى لما شفنا التويست بتاع ماليفور اللي هو يعني لما هي صنعت لندن اللي هو من ذكرياته، وبعدين هو بقى خلاص بقى هو الفيسل بتاعه ماليفور، فده ادى شويه حماس للاحداث. التويست كان رائع جدا، حتى كشف التويست عجبني جدا برضه، ولكن عشان الموسم الرابع ينجح او يستمر على الاقل، او يخلي للمتابعين يعني يخلوهم متابعين ويتفرجوا عليه، لازم يدينا حاجه تخلينا حماسيين. والحماس الاكبر للمسلسل ده اللي كلنا مستنيينه من الاخر هو ان هو بتتحول لترايبرد. يعني احنا شفنا قوه ابوها كلاوس، اعظم اوريجينال، اقوى مخلوق، ذا جريت ايفل، اقوى مخلوق على وجه الارض، وهو كان هايبرد. بس لما يبقى ترايبرد بقى هنشوف القوه اللي هتبقى موجوده عندها ايه. فهي دي توقعاتي للموسم الرابع، ان هو تقريبا هي ممكن يبقى اول 10 حلقات مثلا يقتلوا ماليفور خلاص، ويطلع حاجه كبيره حاجه جديده نتيجه لتحولها لترايبرد. يعني يبقى العدو الجديد او الخطر الجديد نتيجه لتحولها ترايبرد، وخصوصا ان هم زي ما بقول في توازن للطبيعه. هي موجوده عشان تقتل ماليفور، فلما تقتله اكيد هيحصل حاجه، فهي هتبقى قوه موجوده، لازم يبقى في داركنس موجود عشان يوازن زي ما بقول هو ايه القانون بتاع موازنه الطبيعه اللي بيجيبوه في المسلسل ده، اللي هنشرحه برضه في حلقات جايه. ولكن الحلقه دي بس خاصه بالمسلسل اللي جاي وتوقع الاحداث. زي ما قلت هيبقى سيناريو الموسم الرابع كالاتي: هتتحول لترايبرد، هيخلصوا ماليفور بعد اول 10 حلقات تقريبا. الجزء الثاني من الموسم الرابع هيبقى عن عدو جديد، وهنشوف بقى اذا كان في موسم خامس ولا لا، او المتوقع ان هيبقى في موسم خامس الاحداث. بس كده كل ده حياتنا النهارده، انتظروا بقى حلقه جايه ان شاء الله عن اصل الاوريجينالز ايه، وبعدين حلقات عن تحليليه الفامبار دارس، وحلقات تحليليه الاوريجينالز، وحلقات تحليليه لشخصيات الاوريجينالز ايه وشخصيات فامبار دارس. انا كل الحلقه عجبتكم، يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقه، ويا ريت انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل. نشوفكم في حلقه جديده. Thank you.